انا دابا كنتواجد في اشهر ساحه في مدينه ديال الصاويره، ساحه مولاي الحسن. ساحه مولاي الحسن كتعتبر اقدم واشهر ساحه في المغرب وفي مدينه ديال الصاويره، وساحه مولاي الحسن كتواجد في المدينه القديمه قريبه للميناء وقريبه للبحر. وهاد الساحة هادي هنا فين تيكون مهرجان ديال القناوة اللي تيكون كل صيف في الفترة ديال شهر 6. الصراحة هاد الساحة هادي زوينة وكبيرة ونقية، وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم في هاد الساحة هادي. والحاجة اللي شفتها أنا في هاد يومين هادي في هاد الساحة هادي، واي واحد عندي شي موهبه كما كانت في نفس مدينه ديال الصويره ولا في المغرب ولا في اوروب، كيجي لهاد الساحه هادي وكيمارس الهوايه ديالو. تقريبا يديرها بحال الشكل ديال جامع الفنا. غير هنا الحاجه اللي حطها هنا بزاف، هنا كيعتمدوا بزاف على الغناء. اي واحد عنده موهبه كيجي لهنا كيمارس هنا في الساحه ديال مولاي الحسن. وهنا في ساحة مولاي الحسن كلشي هنا موجود، كاين هنا القهاوي، كاين هنا الريستو، كاين الحواند، كاين كلشي، كاين هنا كلشي. اي حاجة بغيتيها هنا راه موجودة، ما تحتاجش تمشي شي بلاصة بعيدة ولا تمشي تقول نمشي ناكل في شي بلاصة هنا بعيدة ولا لا، كلشي كاين هنا، كلشي موجود. وهنا المدينة والصويرة، الصويرة مدينة اللي صغيرة بزاف، وتقدر تساريها في نص نهار، ساعتين ديال المكانة تساري صويرة كاملة. والحوايج اللي كاينين في الصويره، كاينه هنا مولاي الحسن، ساحه مولاي الحسن، كاينه السقاله ديال المرصه والسقاله ديال السقاله، كاين جوج سقالات، وكاين الكورنيش، كاينه المرصه حتى هي اللي كاينه ورايا. فاش كتجي هنا ساحه مولاي الحسن كلشي قريب ليه. على اليسر ديالي كاين البحر، ورايا كاين المرصى، وعلى اليمين ديالي هنا كاين الكورنيش. هنا موقع استراتيجي قريب لكلشي. غتجي تريح هنا، ما عجبتكش الساحة غادي تمشي هنا لساحة مولاي الحسن، غتريح في شي قهيوة هنا، من بعد غتمشي لطرب شي دويرة في المرصى تقطع الحوت، وفي الليل تمشي للكورنيش. هذا هو البلان ديال الصويرة. كيداير غادي نمشي دابا لواحد البلاصة هنا زوينة مزيانة يريح فيها بنادم ويتقابل مع البحر. كان واحد الصورة هنا مزيان كيجيو هنا الناس كيريحوا فيه، كتجي هنا كتكونسونطرا كتريح. يعني نوريها لكم هي هادي، هاد الصورة، هاد الصورة راه صغير. غادي نريح واحد شوية هنا وغادي نسمع الصوت ديال المواج ونترولاكسا واحد شوية. عاد اكتشفوا هاد البلاصة ديال اللي هنا، غادي نكتشفوا حتى هي ما مشيتش ليها هذه البلاصه كاع، مشيت ليها. غادي دابا غادي نمشيو نضربوا شي دويره هنا ونشوفوا ديك الجاليليه شنو فيها. هنا كاين فيها رج طروف، هنا ما كيعوموش هنا الناس، حتى واحد هنا ما كيعوم فيه. هنا هذه البلاصه هذه مختصه اصحاب الصياده، هنا بلاصه زوينه للصياده هي هذه. هذه البلاصه هذه ماشي ديال العومان، هنا كاينين الجروفه بزاف، ما كاينش فين تعوم. هنا يجي لي الواحد الى بغى يصيد، هنا مزيان الصياده، هنا كاين الحوت هنا تبارك الله موجود.
دابا غادي نمشي نجمع الباكتاج ديالي ونشترق ان شاء الله لمدينه جديده اللي الوجهه ان شاء الله غادي تكون مدينه اسفي. الرحله ديالي هنا في مدينه ديال الصويره صافي سالات. كنتمنى ان هاد الفيديوهات اللي درت هنا في مدينه ديال الصويره ينالوا الاعجاب ديالكم ونقدر انني عرفتكم على بلايص هنا جداد في مدينه ديال الصويره. مدينه ديال الصويره اللي صراحه مدينه زوينه، كنصح اي واحد يجي لهنا غادي يعجبو. هنا ستيل هنا غادي يعجبو بزاف. اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود.